لو الحكايه فيها ان فيتو توقعت ان عندنا كام شاب في الطايب بتاعك؟ 62. 62؟ لا انت مفتري بقى. المطربين الشباب الريس مش المطربين الاحرار طارح اثنين طرح بالفعل في الانتخابات 32 شاب مرشحين عن حزب المصريين الاحرار، ويشرفني ان انا اعرضهم بالدوائر وبالاسماء على حضرتك لتاكيد جديتنا في ان احنا بنطرح شباب جادين وحقيقيين مرشحين عن حزب المصريين الاحرار. 32 شاب. 32 شاب من 200 مرشح. يعني حاجه كده بتاعت 15 اكتر من 15% 16-17%. ده غير ان طبعا على القوائم في عدد تاني من الشباب، لكن انا بتكلم دلوقتي على الشباب في مرشحين الفرد. وعلى فكره نتحدى اي حزب كبير انه يحصل على مقاعد للشباب في البرلمان اكتر منه. وانا هنا مش بتكلم على احنا طرحنا كم مرشح، انا بقول ان اكبر عدد من مرشحين الشباب اللي هيدخلوا البرلمان على المقاعد الفرديه هيدخلوا من حزب المصريين الاحرار، وده بقى على اساس دستوري سليم وعلى اساس قانوني سليم، وايا كان موعدها احنا جاهزين لخوض الانتخابات البرلمانيه. يمكن في نقطه ثانيه كنا حابين ان احنا برضه نعرضها لحضرتك. للاسف الشديد اداء مصر كلها في الاعلام العالمي للاسف حتى هذه اللحظه اداء ضعيف، رغم اننا اصحاب حق. بيتم الاعتداء علينا من قبل جماعه ارهابيه كارهه للحياه وكارهه للبشريه كل يوم، لا زالت هذه الجماعه قادره ان هي تصور صوره للاعلام العالمي ان هم الشرعيه وان هم الديمقراطيه وان الدوله المصريه مش جاده في عمليه التحول الديمقراطي. للاسف ان دوت بيوصل لكثير من وسائل الاعلام الاجنبي. لذلك مساهمه من المصريين الاحرار في دعم الدوله المصريه في المرحله القادمه، اعلن أستاذ نادر شرقاوي أمين المصريين في الخارج عن تكوين جماعة ضغط بالخارج هدفها دعم مصر دوليا، مش مجرد من خلال الإعلام ومن خلال البرلمانات الكبرى، سواء البرلمان الأوروبي سواء الكونجرس الأمريكي سواء مجلس العموم البريطاني. من خلال جماعة ضغط هتشتغل في كل البرلمانات ديت وفي كل وسائل الإعلام، هنسعى لتوضيح صورة اللي بيحصل في مصر.